مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط درسنا اليوم اليونت الخامس الدرس الخامس عنوان الدرس Graduation Party Reviews موجود بصفحة 49 من كتاب الطالب صفحة 65 من كتاب النشاط قبل ما نبدا بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناه اليوتيوب بيج الفيسبوك الاستاذ طه حسين مدرس اللغه الانجليزيه لمتابعه جميع حلقات دوره الثالث متوسط كذلك يتم نشر صور المزمة عبر بيج الفيسبوك الاستاذ طه حسين مدرس اللغه الانجليزيه اما اماكن بيع المزمة موضحين في الرابط الموجود اسفل الفيديو في الوصف نبدا بالدرس صفحه سابعة من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة graduation party reviews اراء حول حفل التخرج يقول لي ساره انداليا both went to the school graduation party featured in unit 2 lesson 7 داليا وساره ذهبا لحفل التخرج المدرسي الموجود في اليونت الثاني الدرس السابع اذا تذكرون باليونت الثاني الدرس السابع اخذنا ايميلين دعوه لحفل التخرج اللي موجوده هاي الصوره مالته هنا إن داليا وساره لبن هاي الدعوه وراحا لحفل التخرج المدرسي شو يقول لي؟ يقول لي they wrote reviews كتبا داليا وسارة كتبا آراءهن حول حفل التخرج المدرسي in the school magazine في جريدة المدرسة read the reviews اقرأ آراءهن حول حفل التخرج المدرسي and answer the questions وأجب على الأسئلة منطيني جو هذا الآراء مالتهن مجموعة من الأسئلة اللي المفروض نجاوب عنها إذا راح نقرأ آراء سارة وداليا عن حفل التخرج المدرسي وراح نجاوب الأسئلة المتعلقات بهن حسب ما طلب من عندي ندي Amazing Graduation Day يوم تخرج مذهل القدس Intermediate School ركزوا وياي نحاول نتبع ونشر الكلمات المهمة القدس Intermediate School مدرسة القدس المتوسطة hosted the concert of the year last Thursday احتضنت محفل السنة الخميس الماضي the party was really amazing الحفلة كانت جدا مذهلة By 10 a.m. حوالي الساعة العاشرة The hall was full and everybody was smiling بحلول الساعة العاشرة الصالة كانت ممتلئة والجميع كان يبتسم The students were wearing their uniforms الطلاب كانوا يرتدون ملابسهم أو الزي الرسمي الخاصة بهم And everyone was waiting patiently والجميع كان ينتظر بصبر for the party to start للحفلة أن تبدأ when the curtains went up عندما أزدل الستار on stage على المنصة the lights went down الأضواء هبطت and the hush spread through the hall وصمت عما أجزاء القاعة أو الصالة the school arts team opened the show before some talented student did some solo performances the school arts team يعني فريق الفنون المدرسي opened the show افتتحوا العرض before some talented students قبل بعض الطلاب الموهوبين did some solo performances ان يقوموا بعمل الاداءات الفرديه او العروض الفرديه يعني اول شيء فريق المدرسه للفنون قدم العروض وراها بعض الطلاب الموهوبين قاموا بعرض بعض العروض الفرديه they all performed well جميعهم قاموا أو عرضوا بشكل جيد and you could tell they had practiced a lot ويمكنك القول أنهم تدربوا كثيرا when they had finished عندما أنهوا أو انتهوا the audience clapped loudly الجمهور هاي كلمة كلش مهمة كلمة audience معناها الجمهور clapped loudly صفق بصوت عالي داليا هذا الكلام قايلته داليا بعد نجي على الفقرة الثانية أو الحفلة الثانية اللي ذهبت لها سارة school party حفل مدرسي شو تقول تقول last thursday في الخميس الماضي party was supposed to start at 10 am كانت الحفلة من المفترض أن تبدأ في العاشرة but when I arrived at 9.45 لكن عندما وصلت في التاسعة والخمسة واربعين دقيقة the hall was already full الصالة كانت جدا ممتلئة I had to stand right at the back. كان عليّ أن أقف في الخلف and I was struggling to see or hear anything وكنت أصارع لكي أرى أو أسمع أي شيء. the students around me were chatting loudly. الطلاب حولي كانوا يتحدثون بصوت عالي while the arts team بينما فريق الفنون were performing. كان يقدم عروضه يعني بأثناء العروض أو أثناء تقديم العرض الطلاب كانوا هو يحجون I am not sure if the performance was any good as I couldn't hear لم أكن متأكدة من أن العروض كانت جيدة أو غير جيدة لأنني لم أسمع شيء The rest of the audience لكن باقي الجمهور clapped at the end صفق في النهاية So they were enjoying it لذلك هم كانوا يستمتعون I was disappointed كنت محبطه I didn't enjoy it is so much لانني لم استمتع بالحفله كما يجب. Next time في المره القادمه I will try to get there earlier يجب علي ان احضر او سوف احضر بوقت مبكر اكثر to make sure I get a good seat لكي اكون متاكده من انني سوف احصل على مقعد جيد ساره. هذا راي ساره بالحفله. اذا عرفنا راي داليا وراي ساره كل واحده بالحفله اللي خاصه بيها بعد ما قرانا النص هو يقول لي اقرا وحاول تجاوب على الاسئله شنو الاسئله الاسئله هي كالتالي يقول لي هاو ار ذا اوبينيونز اوف ذا بارتي ديفرنت كيف هي الاراء حول الحفله مختلفه هنا أنا نقدر نقول ان داليا استمتعت بالحفله لكن ساره لم تستمتع فشقول جواب النقطه الاولى نقول انه داليا enjoyed داليا استمتعت the party بالحفلة but لكن سارة didn't سارة لم تستمتع بالحفلة زين هذا السؤال الأول السؤال الثاني what were all the students wearing? ماذا كان يرتدي جميع الطلاب؟ لاحظنا أن جميع الطلاب يجب أن يرتدون Uniforms الزي الرسمي فأقول they هم were wearing كانوا يرتدون شيرتدون uniforms uniforms معناها زي الرسمي number 3 ثالثا why didn't Sarah enjoy the party لماذا لم تستمتع سارة بالحفلة ذكرنا أنه ما استمتعت بالحفلة لأنها كانت واقفة في الخلف فش أقول؟ أقول she couldn't لم تستطع hear أن تسمع or see أو ترى anything, anything أي شيء إذن سارة ما استمتعت لأن ما شافت ولا سمعت أي شيء بسبب الطلاب بعد لأنها كانت واقفة في الخلف بعد number 4 what will سارة try to do differently next time ما الذي سوف تفعله سارة بشكل مختلف في المرة القادمة هي ايش قالت قالت في المرة القادمة I will try to get there earlier سوف أصل إلى هنالك بوقت باكر أكثر إذن أقول she will get there سوف تصل إلى هنالك earlier, earlier معناها بوقت باكر أكثر هذا ما يخص الأسئلة المتعلقة بقطعة أو آراء سارة وداليا حول حفلتين وراها يقول لي؟ يقول لي: there are two ways of talking about the past. هنالك طريقتين للتحدث عن الماضي past simple الماضي البسيط وال past continuous الماضي المستمر. مثل ما شرحناها بالدروس السابقه وكذلك اخذناها بالفصل الاول باليوت الاول والثاني الماضي البسيط والماضي المستمر، الان بيعيد لي نفس الموضوع يقول لي: اكو طريقتين للتحدث عن الماضي بالماضي البسيط والماضي المستمر فهنا كذلك يريد يذكرني اني اراجع الزمنيا لان بكتاب النشاط بتمرين اي راح وبي راح يفيدني بالحلول مالتهن يعني مثلا بتمرين اي يقول لي all the sentences are incorrect هذن الجمل كلهن مو صحيحات read the letters اقرا الرسالتين again. again مره اخرى and correct the mistakes وصحح الاخطاء هنا نجي على رأي سارة بالحفلة شو يقول لي؟ يقول لي The hall was empty الصالة كانت فارغة at 10 في الساعة العاشرة احنا ذكرنا برأي داليا ان الحفلة كانت ممتلئة في الساعة العاشرة فهنا هاي المعلومة خطأ يطلب من عندي اني اصححها زين شلون راح اصححها؟ اما اقول The hall wasn't empty الصالة لم تكن فارغة او اقول The hall was full الصالة كانت ممتلئة قلت جابتين صحيحات فمثلا أقول the hole wasn't empty استاذ شنو دخل الجملة هذه بالماضي البسيط أو المستمر هنا إن لاحظنا أن نفينا الجملة فأنا ما أعرف أنفي الجملة إلا إذا أنا أعرف قواعد المثبت والنفي والاستفهام مع الماضي البسيط أو الماضي المستمر فأنا أعرف أن لقيت get was بالجملة واردن فيها فقط أضيف لها not الووز was يصير wasn't أو was not الوير where يصير were not أما إذا ما لقيتهن فأخلي didn't كما في الماضي البسيط زين نمبر 2 ثانيا ذا ستودنتس وير wearing ذير هوم كلوز الطلاب كانوا يرتدون ملابسهم البيتيه اكيد الجمله خاطئه يقول لي صححها شلون اصححها ذكرنا بالقطعه انه الطلاب كانوا يرتدون اليونيفورمز الزي الرسمي فاما اقول ذا ستودنتس وير ويرينج يونيفورمز الطلاب كانوا يرتدون الزي الرسمي او اقول weren't wearing ذير هوم كلوز لم يكونوا يرتدون ملابسهم البيتيه كل تالي صحيحات فاقول مثلا وير ويرينج ذير يونيفورمز كانوا يرتدون زيهم المدرسي نمبر 3 ثالثا ذا اودينس وير بينج نويزي كان الجمهور نويزي ضوضائي طبعا يا راي راي داليا احنا ذكرنا براي داليا إنه من بدا العروض كان الجمهور صامتا وبالتالي هي استمتعت لذلك الجمله خاطئه لكن ساره هي اللي كانت جمهور عندها نويزي uh, ضوضائي فلذلك هاي الجملة خاطئة شو أقول؟ أقول the audience weren't being noisy أما أقول the audience weren't being noisy الجمهور لم يكن ضوضائيا أو أقول they were quiet كانوا هادئين نفس الطريقة the art team hadn't practiced فريق المدرسة لم يتدرب أكيد الجملة خاطئة ذكرت داليا أن الفريق كلش كان متدرب لذلك كانت العروض جيدة إذا أقول أما أقول هاد practiced لقد تمرنوا أو أقول they performed well هم عرضوا بشكل جيد نمبر five خامسا a few people were unhappy قليل من الناس كانوا غير سعيدين أكيد الجملة خاطئة كل الناس كانوا سعيدين فأقول all of the people were happy جميع الناس كانوا سعداء هذا ما يخص رأي داليا وراح يقول لي ب... رأي سارة مثلا نمبر 6 سارة arrived very early سارة وصلت بشكل مبكر جدا أكيد الجملة خاطئة هي صحيح وصلت بشكل مبكر بس مو مبكر جدا لأن أصلا لما وصلت كانت الحفلة أو القاعة كلها ممتلئة إذن أقول سارة didn't arrive very early شوف هنا أنا بالماضي البسيط أما أقول Did didn't arrive very early لم تصل باكرا أو أقول سارة arrived late وصلت متأخرة كلتا جابتين صحيحات خلينا نجي نكتب الجملة الثانية أو الطريقة الثانية على متعرفون تعرفون شنو علاقة هذا التمرين بالماضي البسيط. فهنا لما نرد في هاي الجملة بالنفي بالماضي البسيط، شو تقول؟ تقول فاعل من الفاعل؟ سارة، خليها سارة. زائدا شنو؟ زائدا ديدنت إذا تتذكرون. زائدا ديدنت. زائدا الفعل مجرد اللي ايدي أوخرها، فش أقول؟ أقول arrive early أو very early. هنا أصبحت الجملة منفية سارة didn't arrive early سارة لم تصل بوقت باكر أصبحت الجملة منفية لكن بالماضي البسيط مو بالماضي المستمر اللي الجملة اللي بعدها سارة got a seat in the middle of the hall سارة حصلت على مقعد في منتصف الهول الصالة صح لو خطأ ذكرنا أن سارة لما وصلت كانت القاعة ممتلئة لذلك وقفت في الخلف إذا شقول أقول أما أقول سارة didn't get a seat in the middle of the hall سارة لم تحصل على مكان في الهول أو أقول سارة got a seat in the back حصلت على مقعد في الخلف كلتا الإجابتين صحيحات إذا أقول سارة stood at the back سارة وقفت في الخلف number 8 ثامنا the students around سارة were being quiet الطلاب حول سارة كانوا هادئين ذكرنا أن سارة الطلاب اللي كانوا حولها جدا ضوضائيين إذا أما أقول the students around سارة weren't being quiet لم يكونوا هادئين أو أقول were being noisy كانوا ضوضائيين أنا الإجابتين صحيحات أو أقول chatting كانوا يتحدثون nobody was clapping at the end لم يصفق أحد في النهاية ذكرنا أنه بالحفلتين الجمهور كان سعيد وبالحفلتين الجمهور صفق في نهاية العروض إذا نقول everyone clapped at the الجميع صفق في النهاية number 10 عاشرا سارة enjoyed the graduation party because she had a good seat سارة استمتعت بالحفل لأنها حصلت على مقعد جيد اكيد لا هي حصلت على مقعد في الخلف ولم تستمتع في الحفلة فقول سارة didn't enjoy لم تستمتع شوف هنا خلينا didn't دي ليش؟ لأن ماضي بسيط وحذفنا الإيدي من الفعل لأن خلينا ددنت دي وبعدها كملت الجملة بس ما قلت حصلت على مكان جيد حصلت على مقعد في الخلف هذا ما يخص تمرين تمرين بسيط جدا مجرد يقول لي حسب آراء داليا وسارة اللي أخذناها صحح الجمل لأن هاي الجمل خاطئة أما تمرين به هذا التمرين تمرين قواعدي مهم جدا ركزوا يا وزاري مهم جدا من الممكن يجيني كما هو وش يقول لي بين قوسين؟ يقول لي نيجاتيف، شنو يعني نيجاتيف؟ يعني نفيل الجمله، ركزوا يا طلاب. هنا بعض الجمل منطيني اياهن بالماضي البسيط، بعضها بالماضي المستمر، انا ما علاقه. عندي ملاحظه جدا بسيطه تخليك تحفظ هذا التمرين. اذا لقيت واز او وير باحدى الجملتين وطلب من عندي اني انفيهن فقط اضيف لهن نوت بسيطه. بالجمله لقيت واز او وير اخلي نوت اللي في الجمله اذا ما لقيت اجيب من جيبي ديدنت ركز وياي اخليها بعد الفاعل يعني هذا الفاعل اخلي وراها ديدنت والفعل اللي بيه ايدي ارجع الأصلة يكون الفعل مجرد اذا تلاحظون انه هذه اللي طلعت عندي فاعل وديدنت زاد الفعل مجرد هي نفسيتها يا قاعده قاعده النفي من الماضي البسيط فاعل وديدنت زاد الفعل مجرد وام الواز والوير اللي خليت لي نوت هي نفسية قاعدة الماضي المستمر فاعل وزنت او ويرنت وزنت هي مختصر مال وز نوت ويرنت مختصر مال وير نوت الان نبدا نحل نانا يقول لي ذا هول ووز امتي القاعه او الصاله كانت فارغه اجي قال لي من قوسين شنو نيجاتيف نفي سهله اذا لقيت ووز او وير شنو نخلي لهن نخلي لهن نوت فاقول ذا هول ووز نوت امتي أو أقول wasn't أختصر ال was و not الصير wasn't. The hall wasn't empty. Number two the audience were wearing school uniform. الطلاب كانوا يرتدون ملابسهم أو الزي الرسمي. قلي بين قوسين نيجاتيف انفي لي إياها. شلون انفيها؟ لقيت were؟ فقط أخلي لها نوت. تصير were not أو weren't. The students weren't wearing school uniform. لم يرتدي الطلاب الزي الرسمي. Number three The arts team were performing very well. فريق المدرسة كان يؤدي بشكل جيد. قال لي انفي لي إياها. لقيت where؟ فقط أضيف له نوت. weren't performing very well. لم يؤدي الفريق بشكل جيد. Number four, سارة enjoyed standing at the back. شوف هنا ما لقيت لا was ولا were. شو أخلي؟ أخلي didn't ورا الفاعل. من الفاعل؟ سارة. أقول سارة didn't دي واللي إيدي شو أسوي لها؟ أحذفها بقول سارة Did didn't enjoy standing at the back number 5 people were shouting لقيت وير فقط أخلي لها نوت people weren't shouting at the arts team number 6 the audience stayed very quiet ما لقيت لا was ولا وير شو أخلي أخلي didn't ورا الفاعل وين الفاعل the audience audience معناها الجمهور أخلي لها didn't وإذا إيدي شو أسوي لها أحذفها ليش؟ لأن إحنا قلنا إن الفعل يرجع مجرد هذا ما يخص تمرين بي تمرين مهم جدا وبسيط جدا جدا يجيب لي احد جمل هذا التمرين ويقول لي بين قوسين نيجاتيف نيجاتيف يعني سوي لي نفي مثل ما لاحظت بالقواعد او بالملاحظات مجرد اذا لقيت واز وير اخلي له النوت وبدون اي تغيير واذا ما لقيت اخلي ديدنت بعد الفاعل والفعل رجع مجرد هذا ما يخص تمرين بي تمرين مهم جدا وجاي اكثر من مره بالامتحان الوزاري ننتقل الى تمرين سي رايد ذا فيربز ان ضع الافعال بالماضي البسيط او الماضي المستمر مثل ما وضحنا انه الماضي المستمر هو الحدث الاطول والماضي البسيط هو الحدث الاقصر مثلا ماجد ارايد هوم ات 8 pm ماجد وصل للبيت في الساعه الثامنه هيز وايف ميك دينر زوجته تصنع العشاء زوجته صنعت لو كانت تصنع العشاء هذا الحدث اطول او الحدث الاطول فأقول كانت تصنع was making بناء. His older son ابنه الأكبر do his homework يفعل واجبه البيتي فعل لو كان يفعل واجبه البيتي كذلك هذا حدث طويل أقول was doing his homework كان يفعل واجبه البيتي. His younger son ابنه الأصغر get ready for bed يتجهز للنوم كان يتجهز لو تجهز كان يتجهز was getting ready for bed. first, أولا he helped one son with his mathematics. ساعد أحد أولاده في حل واجبه البيتي. ما أقول was helping, helped لأن حدث قصير. ساعد أحد أولاده في حل الماثماتكس الرياضيات. then he read a story to the other son ثم قرأ قصة لأحد أولاده إذا ما أقول was reading. أقول لريد الماضي ما ريد ريد نفس الكتابة لكن اللفظ يختلف قرأ قصة لأحد أولاده and finally وأخيرا he and his wife هو وزوجته eat dinner أكلوا العشاء ما أقول كانوا يأكلون أكلوا حدث قصير فقط أقول ate الماضي ما eat ate إذن كذلك هذا التمرين نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي مجرد كمراجعه لموضوع الباست سمبل والباست كنتينوص. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم لاحظنا انه درس مهم بعض الشيء بتمرين مهم اللي هو تمرين يعطيني جمله ويقول لي حول لي الى نفي لاحظنا انه لاحظنا انه حل بسيط جدا مجرد انه اشوف اذا لقيت وز أخليه النوت واذا ما لقيت اخلي اللينت بعد الفاعل وارجع الفاعل أصلا حاولوا تكتبون الملاحظات اللي نسجل عليها مهمه التمارين اللي نسجل عليها مهمه اما باقي التمارين والانشطه فجميعها انشطه صفيه تفيد كتحضير يومي اما بالامتحان الوزاري ما تجيك ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على الحسابات الموجوده معكم مع على الشاشه